يا جيل خير، ليش عم تبكي؟ كنا عم نلعب لما طلعنا من المدرسة. وأنا اللي فزت، بس هذا مصطفى واللي معه ما عطوني الطابعات البلور. طلبت منهم، قلت له إنه هدول إلي، ضربوني وما عطوني طاباتي. وين هن؟ لكن هنيك تحت الشجرة. استنى أخي، لا تروح. انت ليش سرقت طابات اخي البلور؟ شو يعني اخذتها لانه ربحت؟ لا تكذب علي. شبك انت؟ لا تدخل. اخي البطل ضربوه على راسه. يلا هيك هيك. اخي البطل ضربوه كمان. لا ما فيك تمر. وين يا سيد؟ ارجع لورا، ارجع لورا، خليك بعيد. لو سمحت عملكم خلص يا شباب، اتركوه خلوه يمر، ما في مشكله. وينو اخي؟ قولي وينو اخي؟ ها فرهاد، وينو اخي؟ ليش ما عم تحكي فرهاد؟ قولي لي وينو اخي؟ اخذوه بسياره الاسعاف وما بعرف لوين. ليش انت اساسا وينك؟ قولي وينك انت كل هالوقت؟ هجموا علينا وحاولوا يقتلوا أخوك هون قدام عيوننا. وين كنت؟ وكل هالشي صار معنا بسببك فرهاد. كل هالشي صار بسببك. بتعرف لما انصبت صار يبكي؟ اختنق من البكي قدام عيوني وخبى كل هالوجع جواته، خبى خوفه وزعله جواته مشان ما يحسسنا. وين كنت انت وقتها؟ وين كنت؟ ليش ما حبيت أخوك؟ ليش ما حبيت ابنه أصغر من كل هاد الخوف؟ ليش؟ انت واحد بشع، كتير بشع. اللي انت شو عملت له لأبي؟ انا بدي بابا، رجع لي بابا بسرعة. بدي بابا. خلص اهدي فرهاد. ليك أنا بعرف كتير منيح شو يعني أخ. محبته لا بتشبه محبة أم ولا محبة أب. بتشوف حالك كبير جنب أخوك، أنت بتشوف حالك فيه، بس تجي الحياة وبتاخده منك فجأة، ولما بتطلع حواليك ما بتلاقي هون. والباقي تعرف وجعه كتير منيح. فرهاد يلا امشي بسرعة. بصعوبة لقيت هاي جوا تغطي، كتير برد.
ليش الشغلة؟ خدي اشربي شوية مي. تفضلي. شكرا لك. صحة وهنا حبيبي الصبي الحلو. خلاص راحوا. شكرا. ليكي انت ما بتعرفيني لسه سونا، بس بترجاكي تصدقيني وتسمعي اللي بدي قلك يا. أنا ما بعرف كيف وصلنا لهون، لأنه فرهاد كان رح يزد حاله قدام الرصاص ليوصل لعند أخوه. صدقيني بيعملها. اللي في خبر عن يجيد؟ للأسف لسه ست سونا، لازم نطلع من هون. أنتوا ليش ما بدكن تفهموا علي؟ أنا ما رح أتحرك من هون أبداً. بدي استنى زوجي ببيتنا، وأنت لقيلك شي محل برات البيت. أنا ما رح أطلع من هون، عم تفهم؟ ما رح أطلع. برأيي أنه هذا البيت ما أنه آمن أبداً. سونا شو رأيك أنك تروحي معي؟ تطلعي لا في بلور ولا شبابيك ولا شي أبداً، والبيت بارد وهيك بخاف الولد كتير. ما بصير تبقي هون. اسمعي مني، روحي معي على بيتنا. يلا حبيبي. طيب شكرا يا حضرة الشرطي. وين راح المفوض جيم؟ راح من شوي مع الرجال اللي اجا معي. كيف يعني راح معه؟ عن جد راح؟ ايه طبعاً،